شكرا الأخ منير. طبيعة الحال كما تعرفون أن العلاقة المغربية مع بقية يعني الفضاء الإفريقي هي علاقة تعرف حركية وتعرف مجموعة من التطورات المهمة جدا على جميع المستويات. فبالتالي كان اختيار الموضوع هو يعني إفريقيا في تفكير وممارسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، على أساس أننا نعمق النقاش ونحفز البحث العلمي من أجل الاهتمام والاشتغال على هذه يعني المؤسسات التي تربط المملكة المغربية والتي دشنتها السياسة والدبلوماسية الملكية. طبيعة الحال هي ركيزة من ركائز السياسة الخارجية المغربية يعني تنزيل من وزارة الخارجية، وتنزيل أيضا من الدبلوماسية الموازية الجامعية ودبلوماسية المجتمع المدني. بالتالي حاولنا أن نعطي فرصة للنقاش وتبادل الأفكار وتجميع كل ما يمكن تجميعه بهذا الصدد، وأن يبقى هذا اللقاء يعني شبه مفتوح من أجل تطوير وتحفيز النقاش فيه وتجميع الأكبر يعني كم مهم من المعطيات، لأنه كيف تعرف على الموضوع كبير جدا وهي فلسفة واستراتيجية ملكية كبيرة جدا. وأيضا المناسبة هي مناسبة يعني عيد العرش، بالتالي هي محطة استدراكية ومحطة يعني للتأمل ومحطة للنقاش الوطني بصفة عامة. وأيضا تخلل هذا اللقاء يعني مجموعة من المداخلات اللي يعني كانت من طرف ثلة مهمة من السفراء والأساتذة الجامعيين والشخصيات الدبلوماسية وشهادات لدبلوماسيين سابقين وحاليين من دول إفريقية، كانت مهمة جدا في حق المملكة وفي حق سياسة جلالة الملك. أيضا كان على هامش هذا اللقاء افتتاح مكتبة، تدشين مكتبة جامعية يعني تحت اسم ركن المعرفة ماما آسيا، نسبة إلى واحتفاء ويعني بالمرحومة آسيا الوديع التي كما تعرفون أنها تركت بصمة في تاريخ حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، خصوصا في المجال المرتبط بأنسنة الفضاء السجني. كانت تربطنا بها علاقات بطبيعة الحال، نحن كفاعلين حقوقيين تلقينا منها العديد يعني من الأشياء الإيجابية. فكانت محطة رمزية ومناسبة للاعتراف ولترسيخ ثقافة الاعتراف والامتنان لكل المناضلات والمناضلين في هذا الوطن الغالي والحبيب.